الفيديو ده بعنوان اللي اختشوا الله يرحمهم ويحسن إليهم، أما اللي ما اختشوش بيطلعوا بيظهروا وبيكذبوا على الهوى. عيني عينك. تحياتي لكل إخواتي وأخواتي الأهلاوية في كل مكان، يا رب تكونوا بصحة وبسعادة وفي أمان. أنا هاني الشرقاوي ودي قناتي، قناة الأهلاوية على اليوتيوب. عرفت نصار الزملكاوي المتعصب اللي ملوش سيرة أصلا غير سيرة النادي الأهلي، ابتدى يخبط فيه الناس اللي بتطلع تتكلم وتدافع عن النادي الاهلي. ما انت تهاجم النادي الاهلي من الناحية التانية وتروح مخبط وعامل كارت كده للناس اللي بتدافع عن النادي الاهلي او بتهاجم اي ظاهرة سلبية في الاعلام الرياضي من ضمنها رضا عبد العال. لكن عفت نصار طلع علينا وبيقول لابراهيم سعيد: يا ابراهيم يا سعيد، انت ما عندكش الثقافة العامة، انت زيرو ثقافة عامة، ما عندكش اصلا ثقافة عامة، فما ينفعش ان انت تتكلم على حد من الاعلاميين الزملكاويه او تتناول اي حد زملكاوي، لانك انت بتركب الترند، بتحب تركب الترند. هو ابراهيم سعيد هو اللي بيحب يركب الترند. شفت الحلاوه في الطرح؟ مش كده وبس، لا، ده قال لك انت بتغزل السوشيال ميديا وبتغزل الاهلاويه على حساب الزملكاويه وعلى حساب الاعلاميين وبتحب تركب ترند. يسكت لما يسكتش، يروح قالب الصفحه ورايح على تامر امين وبيغلط في تامر امين، على الرغم ان تامر امين ما غلطش في رضا عبد العال. تامر امين طلع انتقد الاعلان السلبي اللي عامله رضا عبد العال على منتخب مصر، وبيقول الدوشه دي، وبيطفي التلفزيون ومش عايز يتفرج على منتخب مصر، مع ان المفروض الحمله الدعائيه او الحمله اللي طالعه الاعلانيه لمنتخب مصر تساند منتخب مصر، ما تبقاش ضد منتخب مصر. وبيقول لتامر امين: انت ما بتفهمش في الرياضه، انت بتفهم في الرقصات، انا شفتك قبل كده وانت في بار ومتصور مع رقصات ومش عارف ايه. على الرغم ان ممكن واحد يعاير عفت نصار بسجله التاريخي اللي هو قاله مع مدحت شلبي، لما قال انا كذا وابويا كذا وامي كذا وعيلتي كذا، وطلع ابويا مش ابويا، ده جوز خالتي، وابويا راح كان اصلا جوز امي بعد كده مشي الكويت وهو اصلا ما اتجوزهاش. يعني لو على المعايرة، لا، في كتير، والناس دي ممكن تطلع لك تاريخك اللي انت قلته بلسانك اللي ما كانش حد يعرف عنه حاجة وانت اللي قلته، ومع ذلك تكلم الاخ عفة يلهيك واللي فيه يجيبه فيه. في فيديو قصير 3 دقايق، تعالوا نطلع ونسمع ونشوف عفة قال ايه، وتعالوا لي مرة اخرى عشان نكمل الفيديو بتاعنا. بس وانت بتتفرج على الفيديو يا اخويا حبيبي الاهلاوي اختي المحترم الاهلاويه، ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير. اول مره تشوفوني، اول مره تخشوا قناتي، تشتركوا في القناه وتفعلوا زر الجرس وتختاروا كل الاشعارات عشان ما يفوتكمش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه، الاهلاويه على اليوتيوب. يلا نطلع ونسمع ونشوف عفة قال ايه ونرجع نكمل كلامنا، يلا بينا. كابتن ابراهيم سعيد، كابتن ابراهيم سعيد، عايز اقول لابراهيم انت كنت لعيب كوره كبير قوي وحد كويس قوي، ممكن الدنيا تكون جت عليك مش يعني ما جاتكش زي ما انت عايز، انما دايما اللي بينقذ البني ادم من التبعات اللي بتمر في حياته هو قدره التفكير وعنده استيعاب. اتمنى انك يعني تبص لنا الاول، انك يبقى في نهجه ثقافيه بشكل كويس. قدره التفكير بمعنى ايه؟ انا حضرتك شايفه ان هو بيحاول يركب ترندات. يعني انا يعني مش عايز اقول زي الناس كلها لما تقول كده، كابتن ابراهيم سعيد بيحاول يعمل كده، انما هو ممكن يكون الثقافه العامه عنده مش عاليه قوي. طب ما هو فرض ان هو بيحاول يعمل كده، احنا لو هنتكلم بالمثل هنلاقي تقريبا معظم مذيعين الكوره في مصر بيحاولوا دايما يركبوا الترند. لا مش او مش عاملين ولا محللين الاثنين، لا انا هنقول ان الترند ده لو هنلخصه هو الشيء اللي اثار جموع الشعب، فبالتالي اصبح ان هو قضيه مثيره للجدل، فبالتالي بيناقشوها في البرامج بالليل. فلو هناخد بنفس الطريقه دي هنقول ان كل البرامج الرياضيه بلا استثناء بتركب الترند. بص، انت ممكن المباراه اللي فاتت في المنتخب تنتقد المنتخب، وممكن حد تاني شايف حاجه كويسه، انما مين ده ومين ده؟ ده واحد مدرب وواحد عنده كان عنده خبرات كلاعب، عنده خبرات تدريبيه، عنده مؤهل، فلما بيتكلم على حاجه بيتكلم على نقط معينه، مفيش ما اقدرش اجزم المنتخب وحش قوي او المنتخب كويس قوي الا لما اجي اشوفها بوجهه نظري كمدرب وكراجل عندي مؤهل، يعني اشوف اقول ان تكتيك المباراه كان شغال ازاي؟ هل احنا عندنا اسلوب لعب؟ هل عندنا، ودي هنرجع لها لما نيجي نتكلم عن المنتخب، انما انا بكلمك على كابتن ابراهيم سعيد، كابتن ابراهيم سعيد بينتقد كل ما هو زملكاوي لكسب تعاطف جماهيري. يعني اهلا بحضرتك، حضرتك كنت قاعد بتتكلم ان كان ليك تعليق في
المواضيع كنا بنتكلم فيها على الاعلامي تامر امين وعلى كابتن ابراهيم سعيد. احنا كنا بنتكلم على الاعلاميين كلهم، بس انا عايز اقول ان ممكن تكون ناجح في حته وحته ثانيه ما تبقاش بتاعتك. فبقول للاستاذ تامر امين الاعلامي اللي هم ابناء العاملين يعني في الاعلامي اللي هو انا بشتغل زي ما ابويا كان بيشتغل، ف دي مالهاش دعوه بالكفاءه. فانت ممكن تكون وصلت الحته دي بجهودك وممكن تكون وصلت لها كابناء عاملين، انما انا بتمنى ان حضرتك بتفهم حاجات كتير قوي كويس، بتفهم في الفن وبتتكلم على الرقصين والاقصاص والحاجات دي كلها. انما يا ريت لما تيجي تتكلم على كوره بعيد عن انك اهلاوي، الاهلاوي دي طبعا حاجه كويسه لاي حد بينتمي للاهلي او الزمالك، انما ما تدخلش في حته ان ده كويس او ده وحش في الكوره. شجع فرقتك زي ما تحب، انما انا ما اقبلش انك توجه اتهامات لمجرد انك بتنتمي للنادي الاهلي او ان حد بيتكلم للنادي الاهلي او ان لعيب بينتقد لعيب. اعتقد ان مش من وجه الحق انك تتكلم على حد بالصوره البشعه اللي انت اتكلمت بيها على اخويا الكابتن رضا عبد العال. اتمنى انك تراجع نفسك كويس. طب هو ممكن يكون ليه رايه كمشجع؟ المشجع ده ملوش برنامج يقوله، هو قاعد مع اصحابه يعني هو البرنامج بيمثل في الوطن المصري، المفروض انه زي التوك شو كده، فجاز هو يقصد ان هو بيمثل الوطن المصري، مش قصده يعني هو طالع ينتقد. هو يعني انا اسف يعني هو وجهه نظر رضا فنيه، هو بيشوف حاجه وواحد ثاني بيشوف حاجه، لان ده تخصصه. فما ينفعش حضرتك تتكلم مش تخصص بتاعك او انك تنتقد حد بعيد عنك. عايز تنتقد حد جيبه عندك البرنامج وشوف انت او هو او مين اللي بس هو ما انتقدوش كمهاره او كده، هو انتقد الازمه اللي حصلت. ازمه بدون لازمه، بمعنى ان الـ 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 الازمه ايه؟ انا بنتقد لعيب لسوء مستوى في الملعب او لانه كويس في الملعب او ان انا بحيي لعيب ان هو كويس او وحش، انما ما تدخلش في خصوصيات حد. انتقدني كلاعب كوره، انتقدني كمحلل في حته تحليل انا اتكلمت عليها، انما ما تنتقدنيش كشخص وبني ادم وعايش حياتي ومش عايش حياتي. بس في قضايا ممكن احيانا بتبقى جدليه مش شرط فكره كوره، يعني زي حضرتك ما بتتكلم في الاول بتقول هو عنده خبره في كذا وفي كذا وفي كذا، دخلنا في حاجات ممكن تكون في بعضها خصوصيات. من متابعاتي ليه هو بيفقه في الحاجات دي كويس، بيتكلم فيها كويس، عنده خبره، شفت له قبل كده اكتر من صوره في نايت كلاب، اكتر من صوره مع رئيس. طب ما دي حياه شخصيه، طب ما دي حياه شخصيه. انا شفت ما بتتكلمش فيها، انا ما بتكلمش فيها، انا شفت ده خلاص على الميديا وبقول الكلام ده بيفهم فيه، لان هو بيتكلم في برنامج عن الحاجات دي يعني تقريبا. هو برنامجه بيناقش كل حاجه اعتقد، كويس قوي. ايوه بس بيكون يفهم او متخصص، انما ما ينفعش انه يتكلم في حاجه مش بتاعته. اهلا بحضراتكم مره ثانيه. سمعنا عفت قال ايه؟ يعني حمره الخجل مش موجوده عنده، يقول لك ده بيركب الترند. هو مين اللي بيركب الترند؟ هو في غير رضا عبد العال وانتوا اللي بتركبوا الترند، انت وشله المقاطيع اللي بيستضيفهم احمد جمالات، مفيش غيركم. دي رقم واحد. رقم اتنين بتقول له انت ثقافتك صفر او ما عندكش ثقافه عامه. يا راجل اختشي. ده انت مره كنت مع سماح عمار في قناه نايل سبورت وقلت ادري عبد العظيم كافئ النادي الاهلي، فالنادي الاهلي جابه شغله في القناة بعدها باسبوع، شغله مسك القناة الرياضية بتاعت النادي الاهلي، على الرغم ان النادي الاهلي انشأ قناة بعد 12 سنة ولا 13 سنة من المباراة المزعومة اللي بيتكلم عليها رضا، اللي بيتكلم عليها عفت نصار، ويحلف كذبا ويقسم بالله كذبا. تخيل يا فندم، تخيل وصلت لان عفت يقسم بالله كذبا ان ادري عبد العظيم قال له لو عملته ايه مش هتكسبه في المباراة، برضه في حكم يبقى متعند. طب ما تقول لنا ايه الحالات اللي حصلت ادت لخساره نادي الزمالك؟ يا راجل ده انتوا كنتوا مهزومين 2-0 ورحتوا قلتوا ايه نضرب كرسي في الكلوب ونهرب من المباراه علشان ما يبقاش منظرنا وحش امام الجماهير، لان الانسحابات ده تاريخهم السيء، وتلبسوها في اي حد، تلبسوها في الاعلام، تلبسوها في الحكم، تلبسوها في الجمهور، تلبسوها في اي حد. المهم ان انتوا ايه جو الشماعات ده جاهز عندكم. اما تيجي تقول ليه تامر امين انت بتنتقده ليه، انت ما تفهمش فنيا، هو اصلا ما اتكلمش فني، هو اصلا مش عارف، هو ما شافش الفيديو. بس تامر امين بيهاجم رضا عبد العال، يعرف بيهاجمه ليه؟ لا، تامر امين اتكلم على الاعلان السلبي اللي عامله رضا عبد العال على المنتخب. ازاي احنا داخلين امم افريقيا وتعمل لي ان انا مش هتفرج على المنتخب الا لما تجيبوا لي الكاس؟ لا، احنا هنساند وهنتفرج حتى لو المنتخب سيء، حتى لو المنتخب طلع، حتى لو المنتخب حرق دمنا، هنلتف حوالين منتخب مصر ونشجع منتخب مصر. لكن انت تقول له البارات والرقصات ومش عارف ايه، طب ما هو ممكن يقول لك برضه
زي ما انت بتقول له، هو ممكن يرد عليك ويقول لك انت فيك وفيك وفيك وفيك. بس الناس اللي بتتكلم على منتخب مصر والتعادل بالامس امام موزمبيق، ما دام ده حال الرياضه المصريه بتاعتنا، تراشق وتلاسن وقله ادب وخناقات بالذمه، منتظرين ايه من الرياضه المصريه؟ سيبك من حسن ملوخيه وجمال علام اللي ما يعرفوش سماهم من عماهم، وبركات وشله الارزوقيه، دول اصلا تحسهم كده ايه، ما يهمهمش اي حاجه غير مصالحهم. وجمال علام ده راجل معاهم عليهم، قالها مرتضى منصور معينينك زي المخبر كده في اتحاد الكوره، مالكش اي 900 لازمه. وفعلا دي حقيقه، مفيش قيادات قويه تمسك منتخب مصر او اداره الكره المصريه يبقى ده حال منتخبنا. والاختيارات على الكيف والخطه على الكيف، حتى فيتوريا يعني مستوى في المباراه ما كانش على ما يرام. لكن في النهايه ملخص ومجمل، الرياضه المصريه اصبحت رضا عبد العال ترند، محمد على الله ترند، احمد جمالات ترند، عفت نصار ترند، كلهم بقوا ترندات. علشان ايه؟ عشان بيتناولوا النادي الاهلي، يقول لك ده ابراهيم سعيد بيغازل السوشيال ميديا ودايما يهاجم اي حد زملكاوي. امال انتوا بتبيعوا سبح في البرنامج بتاعكم؟ هو انتوا بتعملوا اي حاجه غير ان انتوا بتهاجموا النادي الاهلي؟ ده انتوا متضايقين علشان المنتخب دلوقتي شغال بيلعب، فمش قادرين تنتقدوا النادي الاهلي لان النادي الاهلي قاعد. بس ممكن بكره وبعده تروحوا منتقدين لعيبه في النادي الاهلي، يقول لك بص هو ده المستوى بتاع النادي الاهلي، عشان كده النادي الاهلي بيفوز بالبطولات. لكن لو بيقابلوا ناس حقيقيه ومنتخبات قويه وعاتيه، مش هيطلع، مش هي الناس دي مش هتعرف تلعب وتلبسوها في النادي الاهلي برضو. ما ده امالكم، ما ده اكل عيشكم، ما ده النبات المتسلق اللي ما بيقدرش يطلع غير على غصون اقوى منه، علشان هو اصلا غصنه ضعيف. طول ما انت ضعيف هتلاقي سيره ناس اقوى منك تقلل منها وتسفه منها علشان الناس تتكلم عنك وتجيبك. يا عفت يا نصار، انتهى الفيديو بتاعنا. ما تنساش اخويا حبيبي الاهلاوي تدعمنا بلايك وشير الفيديو. اول مره تشوفني، اول مره تخش قناتي، تشترك في القناه وتفعل زر الجرس وتختار كل الاشعارات عشان ما يفوتكش اي فيديو بينزل على قناتنا وقناتكم، قناه كل الاهلاويه، الاهلاويه على اليوتيوب. بشكركم مره واثنين وثلاثه وعشره. كان معاكم اخوكم هيم الشرقاوي، والسلام عليكم.